السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الحلوة في الجافا سكريبت إن أنا أقدر أعمل أوبجكت أو عنصر فيه خصائص أقدر أستعملها في أي وقت. يعني مثلا أفترض إن أنا عندي شخص معين وليه اسم وليه تاريخ وليه جنسية وليه عمر وهكذا، أبدأ أعرف العنصر دوت أو الأوبجكت، بقول له variable، بقول له مثلا هو إكس بتساوي، وبعد كده هفتح الأقواس ديت بالشكل دوت. اول ما افتح الاقواس ديت هيعرف ان انا بتكلم على اوبجكت، فاقول له مثلا نيم، دي خاصيه بروبرتيز، الاسم ده ممكن يكون مثلا علي، وبعد كده اقول له الايج، تمام، وادي له نقطتين وابدا اكتب العمر، ممكن من غير اقواس او بدون اقواس. لو باقواس يبقى كده هو بيعتبر ده تكست او سترينج. طيب بعد كده هقول له الناشوناليتي، الجنسية، تمام، واقول له ايجيبشن. طيب بعد كده لو انا عايز يطلع لي الرقم دوت هقول له اليرت، وافتح قوس واقول له اكس دوت، يبدأ يجيب لي الخصائص الموجودة، ايش نيم ناشوناليتي وليكن مثلا النيم، تمام، واقول له كنترول اس. انا طلبت منه اكس نيم، تمام، بس هو مش هيطبع لي النيم، هيخش على النيم دي يشوفها بتساوي كام الخاصيه بتاعتها علي ويبدا يكتبها لي. هقول له افتح لي على السيرفر، فيبدا يجيب لي علي بالشكل ده.